سقوط طائرة حوثية مسيرة على مدرسة في منطقة عسير جنوب السعودية، والدفاع المدني يؤكد عدم وقوع أي إصابات. الجيش التركي يقصف أهدافاً في تل رفعة السورية بعد هجوم على مستشفى في عفرين أدى إلى مقتل 14 شخصاً. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الجزائرية وتوقعات بالإعلان عن النتائج خلال أيام. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. ذكر التلفزيون الحكومي السعودي أن طائرة حوثية مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت على مدرسة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة. وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني إن سقوط المسيرة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية لم يسفر عن أي إصابات، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث. قصف الجيش التركي أهدافاً في بلدة تل رفعت شمال سوريا رداً على هجمات بالمدفعية أمس السبت أسفرت عن مقتل 14 شخصاً في بلدة عفرين المجاورة، واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بالمسؤولية عن الهجمات وشملت استهداف مستشفى، ونفت قوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتها عن تلك الهجمات. قال رئيس هيئة الانتخابات في الجزائر محمد شرفي إن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي شارك فيها أقل من ثلث الناخبين ستعلن خلال بضعة أيام. وأكد رئيس هيئة الانتخابات في تصريحات للتلفزيون الحكومي أن الانتخابات تمت في أجواء طيبة، وأن الناخبين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم واختيار أنسب المرشحين لخدمة الجزائر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الأردن يبدأ الأسبوع المقبل محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد بتهمة التحريض على نظام الحكم. أهلا بكم من جديد. يمثل رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن زيد أحد أقارب ملك الأردن عبد الله الثاني أمام المحكمة العسكرية الأسبوع المقبل بتهمة التحريض على نظام الحكم. واعتقلت السلطات الأردنية عوض الله وزيد مطلع إبريل الماضي عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم عن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن. أعلنت هيئة الصحة في دبي أن حوالي ثلثي المؤهلين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا تلقوا جرعتين من اللقاح في الإمارة. وقال نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي علوي الشيخ إن 83% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، وإن 64% تلقوا جرعتين. في الختام تذكير بأهم العناوين: سقوط طائرة حوثية مسيرة على مدرسة في منطقة عسير جنوب السعودية والدفاع المدني يؤكد عدم وقوع أي إصابات. الجيش التركي يقصف أهدافاً في تل رفعة السورية بعد هجوم على مستشفى في عفرين أدى إلى مقتل 14 شخصاً. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الجزائرية وتوقعات بالإعلان عن النتائج خلال أيام. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.